فريكه يا غوالي وهي الأكلة فعلا بدها احتراف وبدها شغل هلا عندي أربع كاسات من الفريكة أربع كاسات من الكاسة السحرية يعني بيطلعوا لهم يا غوالي شي 400 جرام بدكم تقولوا فالفريكة ما بتنغسل يا جماعة هلا حعلمك طريقة تشيل الشوائب منها وبدون ما تغسلها وبنفس الوقت ما تروح منها طعمة الشوي هلا بنجيب طنجرة إذا كانت تيفال بيكون ممتاز كتير منيح وبدي يا غوالي ليه لية خروف الفريكة تتحمص بلية الخروف وهلا بعد ما ساحت لية تبعنا بنزل عليها الفريكة يلي ما لها مغسولة طبعا بدنا نكون جايبين فريكة ظريفة مو جايبين فريكة كلها غبرة ووسخ وجايبين ما بدنا نغسلها اكيد هديك وقت اغسلوها تكون فريكة ما لها ظريفة هذا موضوع تاني. هلا بدي شوحها تشويح شوحتها تشويح رواق يعني عندي أربع كاسات من الفريكه، خليني اجيب كاسة سحرية، هي كاسة سحرية بس إلها ايد يعني. عندي هون المرق عم بستناه ليغلي، بدي اياه يغلي. ملح هون ما حطيت، الملح ما بينحط هلا. هلا خليني اجيب المرق هو وسخن. هلا السؤال الثالث، الفريكة بتنيع، الفريكة بتنيع بس مو بالمي، الفريكة بتنيع بالمرق. ليش بدي اياها تتشرب من المرق ما بدي اياها تنيع بشيء ثاني قديش عندي عندي اربع كاسات هلا بناخذ كاسه من المرق يلي ما فيه ملح اساسا يلي خالي من الملح وبننزلها على الفريكه هاي وحده وهي خمسه هلا شوف بدي ساوي لكم شو بدي بعد ما حطيت لكل كاسه من الفريكه تقريبا كاسه وربع من المرق بحرك هيك الفريكه لحتى تطلع هالشوائب لفوق شايفين الفريكه الظريفه؟ ما بيطلع لها شوائب ورجيتكم اياها كثير، هلا شو بساوي؟ بجيب مصفايه تبع الشاي وبقش الشوائب اللي طالعين على الوش، بجيب الغطاء تبع الطنجره وغطيها بعد ما غطيتها بجيب اي بشكير عندي شو بساوي؟ بغطي الغطاء من فوق هيك بالبشكير بشكل كثير منيح وهلا بناء على الفريكه، بتركها تقريبا نص ساعة 45 دقيقة لحتى لاقي الفريكة تطلع هيك شقة عليها لاقيها طلعت على الوش، تشربت من المرق وطلعت على الوش. وهلا بدنا نساوي الفروج، لنعمل تتبيلة فروج خطيرة، طبعا أنا ما عم ساوي فروج مسلوق، عم ساوي الفروج وين يا غوالي؟ بالفرن مشوي شوي، يعني هيك فروج مشوي قاعد فوق هالفريكة، شغلة مرتبة، بس ليش؟ لأنه عندي مرقة، مخبي مرقة من مبارح. ما اذا معكم مرأة الافضل انه تسحبوا مرقة من الفروج وبعدها تشو يعني تسلقوا ثلاث ارباع على السلقة وبعدها تكملوهم شوي هلا بجيب ليمونة مقطعة شرحات بزتها هون وبدي من النملية السلام عليكم ملح كركم بابريكا هيل فلفل ابيض زنجبيل وبدي شو يا حذركم قرفة وجوز الطيب شوي بس هلا حطيناش ليمونة الشرحات هون شو بنساوي اول شغله بنجيب ملح بنرشرش عليها يعني قدر ربع معلقه ملح بفركها هيك شايفين بهالطريقه هي الجلد تبع الليمون فيه زيت بدي طلع الزيوت اللي موجوده بالليمونه ايه متخيلين وين الدقه لهون الدقه هاي بتعطي طعمه كثير خرافيه هلا هيك تمام بدي ارجع اعطيها ملح يعني هيك كلهم تقريبا حاطط معلقه ملح هون انا وبدي احط نص معلقه بابريكا وبدي احط كمان فلفل ابيض ربع معلقه فيكم تحطوا اسود عادي وربع معلقه هيل ما في كثير بهارات ليش لانه بدي احافظ على طعم الدجاج ربع معلقه زنجبيل وربع قرفه وربع كركم من شان اللون وربع معلقه جوز الطيب هلا بدي معلقه معلقه صغيره من شو دبس البندورة، لانه يا جماعة دبس البندورة هو اللي بيعطيه اللون للفروج هذا اللون المحمر هيك المحمر المشمر هو اللي بيعطيها دبس البندورة، زيت نباتي بسم الله يعني قدر معلقتين اكل وبدي احرك هاي المكونات كلها مع بعضها الريحة شغل عمك أبراتي وهلا بدي ادعك الفروج دعك بهي المكونات وهي الخلطه اللي حطيتها شايفين ما احلى اكابر يا اخي ما عم يحكي شيء قاعد ساكت بنخليه بنقع مثلا ساعه وفينا ما نخليه يعني انتم الموضوع بيرجع لكم انا الصراحه ما كثير معي وقت فما رح خليه لانه بياخذ وقت بالفرن رح احطه على صينيه وعلى الفرن هلا الفرن تبعي شغال على حراره 180 يا غوالي فوق وتحت واذا عندكم مروحه شغلوها ما عندكم امركم لله يعني ما بيأثر هيك هيك بيزبط، بحط الصينية تبعي بالرف التحتاني، أول رف من تحت، وهلا بجيب مي وبحطها بالصينية، يعني قدر كاسة مي، ليش؟ مشان تضل عم تعطير طوبة، مي سخنة طبعاً، مشان تضل عم تعطير طوبة للفروج، بياخذ له قريب الساعة، ليش؟ بده ينطبخ على مهل، حرارة مالها عالية، مشان ياخد لون حلو ويطلع مستوي من جوا وبنغرش، الفريكة خليني بس هيك أعمل لي كزلوك عليها، شايفين شلون؟ طلعت على الوش طبعا هدول الصغار اللي عم تشوفون هي اللي خليني بلش بالبهارات بسم الله <applause> بهاراتها بسيطه الفريكه شايفين بس هدول بس بدي ملح وفلفل ابيض هدول كنت عم بمزح معكم فيهم والله بس هدول بدي حد ما بدي شي شيء ثاني معلقه ملح بما انه المراه ما لها ملحها ولا تكتروا ملح وفلفل ابيض افضل من الاسود وإذا عندكم ما عندكم ابيض ما في مشكله قدر نص معلقه او اقل شوي <applause> والله خليني اخذها على النار ما بشغل العين الكبيره بشغل العين الوسط وبحطها على الوسط وبتركها تنطبخ على مهل بس لاقي بلشت تغلي المي بنوص النار على الاخير وبتركها تنطبخ على مهل الفريكه بتنطبخ على مهل يا جماعه مشان تفتح الحبه وتاخذ راحتها بدها تفتح برواق هلا حمصنا المكسرات يا غوالي وبناخذ البازاليا شو بدنا نساوي بالبازاليا؟ بدنا نشكل امورها تحميصة على الخفيف. الفريكه ما لازم تكون معجنه وما لازم تكون مثل ما بيقولوا مدردره يعني كل حبه بحبتها، بين البينين. فريكه شغل عمك ابراتب. شوف يا غالي شوف شوف ما احلاها شوف. اعطونا وحده الله يبارك له غير شكل. وهلا البازاليا. بسم الله. هيك شكل الامور شايفين اللون شو حلو وهلا بدك تنزل عليها أغالي غالي بالمكسرات اخ والله المكسرات بتكسر الظهر بسم الله شوفوا لي على هالفروج مع احلى ريحته والله ما بتنوصف عن جد ريحته خرافيه وعندك واحد فريكه شاميه بالجاج شغل عمك ابراتب